مو معقول يا سمير يا ابني، أجوز إيمان بنتي وأخوها الوحيد مسافر؟ الكلام هذا مفروض أنت ما تقوله. يا عم عبد الكريم، نسأل أيمن يمكن يوافق. حتى لو كان وافق أيمن، أنا لا يمكن أوافق، الأصول أصول. اسمع يا سمير يا ابني، فرح إيمان لا يمكن يتم إلا بوجود أيمن إن شاء الله، هذا هو الأصول. لا تستعجل على رزقك يا ابني يا رمزي. أنا ماني مستعجل يا عمي، لكن إيه؟ أنا قبل ما أجي هنا يا عمي كان باقي لي خطوة واحدة وأصير فوق. فوق؟ فوق فين؟ فوق يا عمي، فوق مع أصحاب الملايين. أنا كان يا عمي عندي مشاريع كثيرة كثيرة عمي، كلفتني الملايين في إعدادها، وكان باقي خطوة واحدة على التنفيذ، لكن قلت ناسي وأهلي أهم من كل ملايين الدنيا. فيك الخير يا رمزي يا ابني، فيك الخير. وعلى فكرة يا عمي، الحقيقة أنا أحب أشكرك على الغرفة اللي هديتني إياها، غرفة المكتب. تقريبا هي في مستوى غرفة المكتب اللي كانت عندي. أنا عارف أنت كنت هناك مسؤول عن نادي. أيوة يا عمي، مسؤول كبير في نادي. على العموم يا رمزي يا ابني، إذا في خاطرك أي شيء لا تتردد، قول. أيوة يا عمي، البيت القديم. إيش؟ يعني لو بعناه كم نصيبي أنا؟ نصيبك حيكون نصيب أبوك الله يرحمه، أنت وريثه الوحيد. والباقي؟ الباقي نصيبي أنا وأولادي من بعدي. كمان؟ يا عمي أنت حاجة نصيبك من البيت القديم؟ الشرع بيقول كده يا ولدي يا رمزي. أيوة يا عمي، بس أنا طمعان في كرمك إنك تهديني نصيبك في البيت. يا رمزي يا ابني، بصراحة أنا بعتبرك زي أيمن بالضبط، بعدين أنت ولد أخويا، يعني من دمي ولحمي، وما كره لك الخير، انت لازم تتفائل خير، بس اصبر ولا تستعجل على رزقك. حاضر يا عمي، انا دالحين استاذن. اتفضل. بعد اذنك. مع السلامه. على فكره يا عمي، بخصوص الصلاحيات اللي انا طلبتها منك، انا بلغت المكتب عشان اعطوك صلاحيات اكثر. الله يسلمك يا عمي. الحمد لله، ربنا يوفقني واعوض ايام الغربه كلها. ايوه يا سيدي، خذ السياره انت ومشتاق واعمل جولتكم. طبعا يا حبيبي تاخذ العينات معاكم. واسمع، اي طلبيه تسجلها لا حد يطلع عليها غيري انا شخصيا، فاهم؟ لا 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 لا، مشتاق يعرف كل العملاء، والاسماء ترى اللي اديتك هي امس اصحك تتصل فيهم. ايوه طبعا، لانه هدول لهم اتصال مباشر مع عمي عبد الكريم، وانا ما ابغى مشاكل. اسمع، ايوه اسمع، ترى تعليمات عمي عبد الكريم تتنفذ بالحرف الواحد، فاهم ولا لا؟ خلاص بعدين نفذ تعليمات عمي، يلا مع السلامه. اهلا مؤاخذه، اهلا 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 استاذ حمزه، كيف الحال؟ استاذ رمزي. ايوه خير. لا يعني لو سمحت لي. خير ان شاء الله يا حمزه، في حاجه؟ اصل ال خير 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 خير، أنا فاهم الحياة وظروف الحياة والمعيشة ومشاكل الأولاد، وأنا عارف إنك أنت يا أخي بتشتغل مع عمي عبد الكريم، أنت إنسان صاحب خبرة. أتفضل أتفضل، أرتاح ولا يهمك. ترى أنا مقدر كل الأمور اللي أنت بتعيشها، وعارف الراتب اللي أنت بتاخده، يعني أنت تستحق أكثر منه، وأنا مقدر هذه الأمور. وعلى فكرة أنا أقدر الناس اللي بيشتغلوا، ولا إيش رأيك يا أستاذ؟ الحقيقة الحقيقة تعمل لي أنت بيان بأسماء كل العاملين في المؤسسة اللي بذلوا طبعاً جهد مميز في العملية الأخيرة اللي قمنا فيها، وأنت اسمك أول واحد يا أستاذ. يا أستاذ رمزي، عمك عبد الكريم البطح بيدينا حوافز فعلاً، بس في موعد سنوي محدد. متى؟ في ختام السنة المالية. ما يهم، خلي الوضع زي ما هو، لكن الشخص اللي يستحق الدعم والتشجيع زيك يا حمزة في ألف طريقة وطريقة. زي إيه؟ وإحنا في آخر مرة كم سيارة استأجرنا لنقل الحديد من المينا؟ 5 تريلات. وكل تريلا عملت كم نقلة؟ نقلتين. حلو، وكم حساب كل نقلة مع شركة النقليات؟ 3000 ريال، وده طبعا سعر خاص عشان أبو أيمن. خلاص يا سيدي،
زود نقلتين وحسابهم لك انت في جيبك. وانت تستاهل يا حمزة. الحقيقة انا هوراق النقليات هذه انا اللي رايح اوقعها يا حمزة، واذا انت كان لك رأي تاني ترى بكيفك، بس كل كلمة قلت لك هي هنا انساها امسحها زي فيروس الكمبيوتر. ترى يا حمزة انا كان قصدي اساعدك واعطيك جزء من حقك اللي انت تستحقه، وانا عارف انك انت راح تبذل مجهود كبير وجبار. وبعدين ارجوك ارجوك لا تفكرنها سرقة او خيانة، لا سمح الله. انا هذه الطريقة استخدمتها وانا في الخارج، ادرت فيها اعمالي وجابت نتيجة طيبة ومردود فوق ما كنت اتصور. وعلى فكرة ترى انا امين جدا على اموال عمي، واللي يسيء لعمي يسيئني. اي خدمة ثانية يا استاذ رمزي؟ لا شكرا شكرا، تفضل يا حمزة. ايوه السلام عليكم. عم عبد الكريم موجود؟ انا سمير عطيه. ها؟ سمير عطيه خطيب بنت عمي؟ الحمد لله على السلامه. مين بيتكلم؟ مين؟ انا رمزي. هم انت حولوك لي يمكن بالخطا لانه هذا مكتبي. ايش؟ هم قالوا لك ان عمي غير موجود؟ غريبة. لا 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 أصله أنا دوبي كنت عنده في مكتبه. ها؟ معقول يا أخ رمزي عم عبد الكريم يفكر بالطريقة هذه؟ هذا حال الدنيا على فكرة، يوم كده ويوم كده. إيوه أنا لاحظت كده بعد ما طلب مني تأجيل الفرح. إيوه حين عودة أيمن من السفر. بس هذا الكلام ما ينفع بالتليفون، إذا تحب نتقابل. ها؟ ما عندي مانع. أيوه ما عندي مانع نتقابل. شكرا، في أمان الله، مع السلامة. سيروح وشوف اخرته ايه. صبرك علي يا رمزي، انا وراك والزمن طويل ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله استاذ رمزي على ما اعتقد. ايوه رمزي على ما اعتقد. ايوه. ومين حضرتك؟ انا الاستاذ سمير. هلا 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 استاذ سمير. يا هلا وسهلا يا هلا، تفضل تفضل يا هلا، حياك الله. الله يخليك. فرصة سعيدة يا استاذ سمير. اهلا وسهلا. يا هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابني حبيبي كيف حالك؟ الله يسلمك. عساك طيب. الله يخليك. اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله على السلامة. ليه ما اتصلت بي بالتلفون عشان اطلع لك المطار؟ الدورة خلصت قبل ميعادها باسبوع.
وقلت اجي واعمل لكم هي مفاجأة. احلى مفاجأة، احلى مفاجأة. شكرا شكرا يا عداد. الحمد لله على سلامة امل يا ابراهيم. الله يسلمك ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا ابني يا حبيبي. كل حاجة، كل حاجة في البيت وحشتني. الله ما في شيء، ما في شيء اجمل من انه الواحد يرجع لبلده ووطنه. حتى المويه، حتى المويه اللي كنت باشربها كانت مختلفة عن مويه بلدي، والهواء اللي كنت باشمه يا الله والله وحشتوني. وحشتوني يا ابويا، كلكم كلكم وحشتوني يا ابويا. انت وحشتنا اكثر يا ايمن. الانسان مهما يلف ومهما يشوف ومهما يسافر ما يرتاح الا في وطنه. قل لي قل لي يا ابو ايمن، ايش اخبار سمير عطيه وايش اخبار الزواج؟ انا رايح اقول لك على كل الاخبار، بس ادخل سلم على امك وعلى ايمان. حاضر بعد اذنك. هتفضل يا حبيبي. ما حسيت بوحش الا بعد ما سافرت يا ابني ايمن. لو ربي رزقني بولد تاني كان شد اسري هو وقف معاك وساعدك يا ايمن يا ابني. لكن الحمد لله، الحمد لله. وهذا بصراحة يا أخوي سمير كل اللي أقدر أقول لك هو، وأرجوك وأرجوك على شيء خاطري ما تسألني أي سؤال ثاني. إيوه بس أنا لسه ما سألتك ولا سؤال يا أستاذ رمزي. يا سيدي يا سيدي علشان أريحك تفضل أسأل. أنت تبغى تتزوجها؟ ها؟ مين؟ أتزوج مين؟ إيمان بنت عمك عبد الكريم. انت بالك راح بعيد كثير يا اخويا. على فكره ايش اللي خلاك تسالني هذا السؤال؟ لاني ماني لاقي تفسير واضح لنصايحك لي والكلام اللي قلته عن عمك. يعني انا تسرعت وغلطان اني قلت لك يا اخ سمير على الحقيقه؟ بصراحه ما ادري ايش اقول لك. حاضر يا سيدي، انا رايح اريحك. يمكن يمكن ايمان هي السبب. ايمان هي السبب؟ كيف؟ أنا فاهم. أنت دوبك سألتني أنت تبغى تتجوزها، قلت لك لا سليم. لكن يمكن يمكن والله أعلم إنهم هم إيش يعني؟ يمكن هم يبغوا يتجوزوها لي. أنت عارف مسألة الميراث والتركة، وفي بعض الناس يحب يسيطر على كل شيء ويفضل زي ما هو. فهمت؟ تقريبا. أنسى يا سمير يا أخويا أنسى. نفسي نتكلم في الصداقة الجميلة اللي نشأت بيني وبينك. نفسي تكلمني عن نفسك، عن دراستك، عن مستقبلك وعن مشاريعك اللي أخوك بيديرها لك. علشان أنا برضو أكلمك عن نفسي وعن دراستي وعن الخبرة الكبيرة اللي أنا اكتسبتها في الخارج، وأشوف كيف أقدر أخدم أخويا سمير وأفيده خبرتي. ويعلم الله يا سمير إنه محبتك كبيرة في قلبي ونفسي. ونفسي يا ابو سمره صداقتنا تدوم على طول على طول يا اخويا. دي اول مره يتهرب مني وانا رايح اصلي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. معقوله؟ معقوله الغربه الطويله هذه تخليه ينسى هم واجباته كانسان مسلم؟ وعي يا ولدي يا ايمن وانصحه، بس بدون ما تعمل له اي احراج. انا من واجبي اني افهم امور كثيره كانت غايبه عنه لظروف الغربه. أخوي أيمن يعرف كيف يتفاهم ويعرف كيف يتصرف يا أمي. الهداية من الله، كله لسمير إلا ما إحنا قادرين نتحصل عليه. أبويا طفش من كثر الاتصال والسؤال عنه، وفي الآخر قام ينام. أنا ما حروح أنام إن شاء الله إلا لما ألاقيه وأكلمه حتى لو آخر الليل. لا تنسى تقول له يا أيمن إيجي تغدى معاك أنت وأبوك بكرة. حاضر يا أمي. الله يصلح حالكم يا بزورتي. الو يا حمزه خير؟ في ايه؟ لا ابدا ما فيش. طيب ربنا جابك. انا ملاحظ انخفاض كبير في بيع العطورات والهدايا في الاسبوعين اللي راحوا دول، انخفاض زايد. هو اصل لا هو يجوز
يكون ركود مؤقت في الأسواق. ركود إيه يا حمزة؟ لا لا لا، نحن في موسم الأفراح والمناسبات والهدايا. فعلا في إيه يا حمزة؟ ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة. أخبار رمزي؟ رمزي؟ رمزي عايز يدرس المؤسسة وفروعها ونشاطاتها، وعايز يدرس المؤسسات المنافسة وكل شيء. طيب ده شيء طيب. عال عال، قل لي أخبار أحمد بدر الدين إيه؟ هو أحمد بدر الدين بعت برقية بيطلب فيها تأجيل الصفقة بتاعته الخاصة بمواد البناء. ايه؟ ليش؟ ما اعرفش. عشان تتغلغل بعمق كل خصلة من شعرك وتخليه مرتين أقوى ضد التساقط، بانتين اللي قوة ما لها ثمن. ايوه يا مشتاق. لا 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 لا، البضاعة اللي بتوزعوها لحسابي هذه خارج نطاق المؤسسة، أنا بديكم عليها عمولة خاصة. أيوه بس اسمع، ما أبغى أحد يدري بالموضوع هذا بالمرة، فاهم؟ تعجبني. يلا مع السلامة. ألو، مرحبا. لو سمحت الأستاذ أحمد بدر الدين. هلا، مرحبا أستاذ أحمد، كيف الحال؟ يا عزيزي بضاعتك كلها اللي أنت طالبها جاهزة عندي. إيه؟ لا 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 لا، حتوصلك عن طريقي الخاص. لا مو لا لا عمي، لا أصلا أنا الحين بشتغل لحسابي، لأنه عمي سمح لي إني يعني أشتغل في التجارة، يعني شغل جزئي. أيوه أيوه جزئي، يعني بالضبط، مو قابل اني اعتمد على نفسي بكل اسم. بس ارجوك رجاء خاص، يعني الطلبيه هذه ما ابغى عمي يعرف عنها شيء. لا لا لا، ما في خلاف ولا شيء، اعوذ بالله، يا احد يختلف مع عمه؟ لا، كل في الموضوع يا حبيبي انه يعني انا مقدم لك البضاعه هذه ناقص 15% عن عمي. تنافس؟ لا يا حبيبي افهمني، احد ينافس عمه؟ بس بصراحه انا حبيتك وحبيت اكسبك كزبون، ويعني شرف لي اني اتعامل مع واحد زيك. الله يسلمك الله يسلمك. ها ايش قلت؟ ارسل البضاعه على بركه الله. خلاص يا سيدي. لا لا لا، بكره توصلت لغايه مستودعاتك. اوكي يلا سيدي، مع السلامه. يا سلام، هذه فرصتك يا رمزي. ألعب ألعب يا رمزي ألعب. بتقول إيه؟ متى حصلت؟ لا لا لا، أنا هتصرف. طيب شكرا، مع السلامة. حمزة. أيوة يا أستاذ عبد الكريم. تعالي. خير يا أستاذ عبد الكريم؟ أحمد بدر الدين. ماله تاني؟ فجأة ألغى الطلبية اللي كان طالب فيها كمية من مواد البناء. هو لغاها؟ أنت من شوية
ما قلت انه طلب التأجيل ألغاه. ليه؟ عندك حق. ليه؟ علشان واحد غيرنا أمل له البضاعة، وأحمد بدر الدين ما يبغى يقول أخذها من مين، هو أخذها بسعر أقل بكثير من السعر اللي قدمناه. لكنه عميلك مدة طويلة يا أبوي. وعميل مهم جدا جدا بالنسبة لي، لكن السعر اللي أخذ البضاعة به أقل بكثير من اللي احنا قدمناه، ولو نحن قدمنا بهذا السعر كان خسرنا كثير يا ابني. واللي باع بالمبلغ هذا ما فكر في الخسارة؟ يجوز يكون مجرد وسيط ما عنده أي التزامات أو مصروفات، والربح مهما كان قليل بالنسبة له هيكون كثير. شوف يا أيمن، رد على التلفون، يمكن يكون سمير عطية خطيب أختك. مرحبا. ايوه، بيت عبد الكريم البطحي. ايش تقول؟ هو اللي قال لك تبلغنا هذا الكلام؟ طيب طيب، ايش في عين؟ مين ده اللي كان يكلمك؟ يقول انه صاحب سمير عطيه بيبلغنا انه سمير ما هو جاي لا اليوم ولا بكره ولا في اي وقت. ايش الكلام هذا يا ابني؟ انا زيك مستغرب ابويا، ماني مصدق. علشان كده ما اتصل. بكره الحقيقة تبان. على العموم قل لهم خليهم يحطونا العشاء. والله ما ادري ايش بهالمشاكل توالت علينا الايام هذه. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. والله مشكلة، مشكلة. ده سمير عطية كم ما قال لهم إلا اليوم كمان. كيف أتصرف؟ كيف أتصرف؟ كمان إيه؟ خلاص راسي يبغى ينفجر. يعني يعني إيه لو سمير عطية قال لهم انه انا اللي قلت له الكلام اللي زعله؟ وايش واحد يهمني؟ لكن عمي ايش حيقول؟ اكيد رايح يفتكر انها لعبه مني علشان اتجوز بنت ايمان. والله ليه لا يا ولد، ايمان حلوه وصغيره. فارق السن؟ فرق السن مين يا واد؟ 12 سنة مو كثيرة، لكن فلوس أبوها أكتر أكتر. وبعدين توافق ما توافق أنا ما يهمني، أنا يهمني أوصل لهدفي وبس. ورايح أعوض كل اللي فاتني أضعاف مضاعفة، ملايين ملايين ملايين. طلعني فوق فوق فوق. يا متى يجي اليوم ده؟ والله جاء وقرب، واخر مناقصة بناء المجمع السكني اللي تكلفته التقريبية 70 مليون ريال. يهو! اسمح لي يا استاذ رمزي، ابو ايمن ما عاد وصوله دلوقتي، ولازم اكون موجود على مكتبي ومحضر له بعض الملفات والاوراق. معلش يا حمزه، كلها دقيقتين. امرك.
على فكرة كم هو المبلغ اللي رايحين ندخل فيه المنافسة بخصوص بناء المجمع السكني؟ أنا آسف، عمك مأكد علي إن ما حدش يعرف المبلغ اللي طرحناه. لكن أنا وضع تاني يا حمزة. الحقيقة دي تعليمات عمك، مش عايز أي حد يطلع عليه، وده طبعا لصالح العملية. هالمبلغ ما هو 68 مليون و 112 ألف و 250 ريال؟ وعرفت ازاي؟ ما اعتقد يا شاطر انه الإدارة المالية ترفض تطلعني عليه. يكون في علمك الظرف جاني هنا وفكيته واطلعت على كل ورقة فيه وكل بند. يا أستاذ رمزي، عمك لو عارف كده هتبقى مشكلة كبيرة. ما أظن. وبعدين يا حمزة، أنا ما اطلعت على أوراق المناقصة إلا علشان أتأكد إنه الدراسة سليمة والأرقام منطقية وأقل من الآخرين. مؤسسة بطحي دايماً بتفوز في المنافسات اللي زي دي. بس لا تنسى يا حمزة، يمكن يكون هناك منافس عنيد يخشى باسه. ده أكيد. زي مين؟ مؤسسة أبو العينين. ليه؟ اصل فيها ناس بيدرسوا المنافسة بشكل جيد، وغالبا الفرق بين عطاءاتنا وعطاءاتهم بيكون ضئيل. لا 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 يا حمزة، لا تقعد تقول لي مؤسسة أبو العينين ولا مؤسسة أبو الريدين. المناقصة هذه لازم ترسى علينا. عايز مني حاجة تانية يا أستاذ رمزي؟ ما أستغنى عنك يا حمزة. مؤسسة أبو العينين، أبو العينين. معقولة؟ معقولة سمير يصدق كلام زي ده؟ أخوه ولا قال لأيمن؟ هذا أخوه اللي نقول عليه عاقل؟ يا بنتي معليش، معليش يا بنتي. ليش ما قال له؟ ليش ما فهموا إن إحنا مستحيل نقول عنه كلام زي ده؟ ليش ما قال له يتأكد؟ ما أدري، ما أدري مين اللي سوت نفسه يلغوص بينك وبينه اللغوصة هذه. معليش يا إيمان يا حبيبتي، نصبر علين صبري يعرف الحقيقة. ليش؟ ليش؟ ومين هو؟ أيوة أنا رمز البطحي يا أستاذ أبو العينين. نعم قريبه، أصير ولد أخوه. لا 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 لا، بالك لا يروح بعيد، أنا بعيد عن المنافسة اللي بينكم. الحقيقة متصل فيك اليوم بخصوص المناقصة. بالضبط هي. لا 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 لا، الكلام بالتليفون ما ينفع. يا ريت نتقابل. والله مع إني كنت أفضل أقابلك أنت شخصياً عشان الصلاحيات كلها تكون بيدك. هيكون يعني عنده الصلاحيات الكاملة الشخص اللي حيقابلني؟ ممتاز. فين؟ انت قول يا سيدي. طيب فين فين؟ اقول لك كازينو العندليب اللي على الكورنيش. عرفته؟ بالضبط. كيف يعرفني؟ يسأل عني مدير المحل او الشخص المسؤول عن المحل حيعرفني، لان انا زبون دائما. وكمان للاحتياط حكون لابس شماغ احمر ونظارة شمسية. حلو؟ ماشي، على موعدنا. مع السلامة. قبل يا حبيبي ما اقول لك المبلغ اللي تقدمت فيه مؤسسة البطحي، أعرف عمولتي كم يا شاطر. إذا رسيت المنافسة علينا وتأكدنا إن البطحي هو اللي بعدنا مباشرة، فمعنى كده إنك لعبت دورك معانا كويس أوي، وتبقى حلال عليك العمولة. وفي الحالة هذه نص في المية. نعم يا أخويا، نص في المية. يا سيدي الأول شوف النص في المية دي راح تعمل لك كام. موا
موافق؟ موافق يا سيدي. طب عمرتك بعد رسو العملية علي؟ موافق يا سيدي. قول لي بقى ما دمت موافق. أقول إيه هو المبلغ اللي تقدمت بيه مؤسسة البطح؟ بس كده من عيوني أكتب عندك 68,112,250 ريال. ومئتين وخمسين ريال. يعني عمولتي أنا بالضبط 340,000 ريال. يعني مؤسسة أبو العينين أقل مننا ب2,000 ريال؟ يعني هم أقل عطا؟ طيب يعني خسرنا. طيب المناقصة حقت المجمع السكني هذا أنا كنت مأمل عليها آمال كبيرة، لكن خسرنا. يعني كده خلاص يا عم انتهت؟ تقريبا يا رمزي يا ابني، إلا إذا كان أصحاب المشروع رفضوا مؤسسة أبو العينين ورسيت المناقصة على اللي بعده. طبعا أكيد مؤسستنا هي في الترتيب بعده. وهذا يصير يا عمي؟ يعني قصدي ممكن ترسى علينا الصفقة هذه؟ من حقهم يلغوا المشروع كله، ومن حقهم يعيدوا المناقصة مرة تانية. وكيف نعرف؟ يعني اليوم فتح المظاريف واللجنة رايحة تبث في الموضوع، يعني خلال أسبوع 10 أيام بالكثير. يا رمزي يا عمي، أنا أبغاك تتحمل معايا جزء من المسؤولية. حاضر يا عمي. أنا رايح أكتب كتاب للغرفة التجارية وكتاب الجوازات والجهات الرسمية علشان يعتمدوا توقيعك، وأنا أتفرغ لأشياء مهمة شغلتني الأيام هذه. حاضر يا عمي، لا تشيل هم، واعتبرني دراعك اليمين. طبعا لو ما اعتبرك دراع اليمين ما كان فكرت هذا التفكير. تفويض بالتوقيع؟ ايش بك يا حمزة، الصدمة كانت كبيرة عليك؟ لا بس ايش؟ عمي فوضني اني اوقع عنه لاني انا ابن اخوه والمال مالي. مالك؟ ايوه مالي، ومال عمي ومال ايمن واخته، مالنا كلنا. والواجب يا حمزه بدل ما تصدم بالخبر هذا تحط يدك في يدي، وخاصه انا قلت لك قبل كده انه اقدر الناس اللي بتتعاون معايا وبتخلص لي، لكن بكيفك، عقلك في راسك تعرف خلاصك. حقوقك محفوظة يا أستاذ رمزي. أنا ظنيتك جايب لي المبلغ معاك. بمجرد البت في نتيجة المنافسة وتوقيع العقد مع شركة أبو العينين هتستلم فلوسك بالتمام والكمال. وعلى فكرة الحكاية دي مش هتستغرق أكتر من أسبوع أو أسبوعين. بس لا تخلوني أندم إني ضيعت العملية على عمي. يا أستاذ رمزي، شغلانة المقاولات فيها مكسب كتير قوي، وعملية واحدة هتخليك تعوض كل اللي راح. وعلى فكرة ما تقلقش على فلوسك، لأنك هتاخدها بالتمام والكمال، لا تخاف. إيش تاني غير المقاولات يجيب أرباح سريعة وكثيرة؟ لا كتير قوي. على سبيل المثال تجارة الجملة في الملابس الجاهزة، ناس كتير قوي اليومين دول يحبوا يشتغلوها. وعلى فكرة أنا عندي شخص أجنبي عايز يستثمر أمواله
وعايز يشغلها في الملابس الجاهزة، بس هو الحقيقة بيدور له على شخص كده يستخرج له سجل والتراخيص باسمه. والتاني هذا ايش راح يستفيد؟ اما مبلغ مقطوع 20,000 30,000 حسب التفاوض، او راتب شهري 1,000 أو 2,000 ريال وبرضه حسب التفاوض. موافق. على ايش؟ 30,000 ريال. يا طماع، الشغل كده يا حبيبي. وتطلع له سجل باسمك وكل اللي يبغاه يا سيدي. وانت ليك كل اللي تبغاه يا حبيبي. انا ليا 3 أسابيع احاول اقابله. ايه اللي انفاجاته اليوم وهو خارج من باب بيته؟ طيب على فكره الا قل لي، ما مسكك وعزمك ودخلك البيت معاه؟ يوه، ده ما كان يبغى يكلمني، وزي ما قلت لكم هي كلمه اللي نطق بيها. اللي بيننا وبينكم انتهى. ما قدرت تعرف مين اللي سوى الوقيعه هذه؟ لا. كمان هو سمير ليش يصدق؟ ليش ما يواجه ويعرف الحقيقه؟ تاني يا امي اللي نقوله نعيده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا رب سترك. ايش بك عبد الكريم؟ اقول لك ايه ولا ايه يا ام ايمن؟ خير؟ رحت يا ابني ايمن؟ ايوه رحت وقابلته. وانا كمان رحت وقابلته وقال لي نفس الكلام اللي قال لك هو، بس زاد وقال لي ان اللي عمل الوشايه دي ابن اخويا رمزي. رمزي ابن عمي؟ يمكن يبغى يخلط طريق لنفسه. ومن قاله اني اوافق عليه؟ ماني عارف ايش اقول، كيف اتصرف؟ اول مره احتار في اخذ قرار. اسئله كتير بتدور في ذهني ماني لاقي لها جواب. كل يا عبد الكريم، نحن من زمان انا وبزورتك ما قعدنا على سفره واحده. اهم حاجه صحتك، ملك الدنيا عندنا. ايه يا ابويا، علشان الاخ رمزي اللي بدا يتخلف عن الـ3 الوجبات ويكون له صداقات. كل يا ابويا كل، صحتك عندنا اهم من الدنيا. كلوا انتوا يا اولادي، كلوا بالعافيه، انا بعدين اكل. المهم لا تتسرعوا في الحكم على ولد عمكم ده، مهما كان رمزي ابن عمكم. ادخل. اهلا اهلا يا حمزه، تفضل. تعال يا حمزه، تعال انا ابغاك. اجلس 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 يا حمزه. خير يا استاذ رمزي؟ خير وخير وخير. خد امسك يا حمزه. ايه دول؟ 8 3 نقليات اضافيه. بس احنا ما احتاجناش لاي نقلات اضافيه. وبعدين معاك يا بني ادم، تبغى انا اعيد لك الموال من تاني ولا ايه؟ هذه 8 3 نقلات وهميه سجلت على الورق ورجعت لي بطريقتي الخاصه، وهذه مكافاه مني ليك، تفضل خدها. طب والباقي يا استاذ رمزي؟ عندي يا حمزه عندي، بس صدقني ولا قرش منها راح يدخل جيبي، لانه في ناس مستحقين وخليهم مستورين. خد امسك يا حمزه. على إذنك. حمزة قال لي على كل شيء. وليش حمزة أخفى كل المعلومات هذه طوال المدة اللي راحت؟ لأن رمزي ابن أخوي كان صابر عليه وما يبغاني أنصدم فيه. وأثبتوا على رمزي أوجه تلاعب غير المصروفات الوهمية. أيوه، المحاسبين اكتشفوا أشياء تانية. كل هذا في خلال 2 شهر؟ لكن الأخ مستعجل على رزقه. وبعدين يا أبويا إيش سويت؟ يا إيمان يا بنتي، ماني قادر أتصرف. رمزي مهما كان ابن أخوي.
لكنه خان الأمانة. أيمن أجلس. أرجوك يا ابني ما تحمل أي ضغينة لابن عمك رمزي. سيبني أنا أتصرف أشوف أي طريقة طيبة ومناسبة تعيده للصواب وللطريقة الصحيح. خلينا نساعده على إنه هو يرجع لنفسه. والمبالغ الكبيرة اللي أنت خسرتها يا أبويا. يا ابني ما راحت لواحد غريب، ورمزي مهما كان مننا فينا كأننا ما خسرنا شيء. بس هو أخذها سرقة منك يا أبويا وأنت أتمنته، وكمان الوقيعة اللي سواها بيننا وبين سمير. أنتوا تبغوا رأيي؟ أيوة يا أمي. المهم أتركوا الأمور هذه لأبوكم ولا تشغلوا بالكم، أهم حاجة دراستكم. رميزيو مين وبرازيل مين؟ انت لازم تنسى، تنسى ايام الفقر والتشرد. انت اليوم رمزي، المليونير رمزي، صاحب الملايين. شو لك يا ناس هالملايين؟ انا نسيت اسجل حصيله اليوم، سجلت 3 شاحنات على الورق بس. خلاص لعبت في ايدك الفلوس، لعبت. برافو، لازم انجح، لازم اصير من اصحاب الملايين، لازم. ولسه عمولتي من ابو العينين مقابل المناقصه اللي رصيتها عليه بدل عمي. يفو عندي. ايوه يا عمي لحظه يا عمي. ايوه يا عمي، نعم لحظه يا عمي. انت فين؟ موجود يا عمي، موجود. اهلا يا عمي. ايه يا رمزي، ايش في يا عمي؟ انت ليش من ساعة ما وصلت ما جيت تتعشى معانا؟ حتى امس واول امس والايام اللي قبلها. ايه يا رمزي، خلاص اصحابك زادوا والعزايم كترت. يا ترى يا امي ابوي رايح يواجه رمزي بكل اللي عرفناه. ابوك يا ايمان رجل ما شاء الله عليه تبارك الله، متزن ويقدر يداري الأمور بكل حكمة. الحمد لله كل حاجة أصبحت واضحة يا أبو سمرة. أيوة إحنا لازم نعذره، أبويا برضو قال هذا ابن عمكم. أطمئن يا كابتن أطمئن، أبويا عامل كل الترتيبات على موعدنا. إيش تقول؟ أجي أتغدى عندك بكرة؟ ما يخالف، أجيك إن شاء الله بكرة بعد الظهر مباشرة. تأمر بأي خدمة؟ طيب يلا السلام عليكم. أنا معزوم بكرة على الغداء عند سمير عطية، وعقبال إن شاء الله ما تعزم في بيتكم في عشة الزوجية. أحمدك يا رب. خلينا من الكلام اللي قلته لسمير عطية خطيب بنتي والوشاية السيئة اللي كنت رايح تتحمل وزرها، ونعتبر إني مصدق ادعائك عن حسن النية وإنه كان عندك شك شخصي إنه طمعان في أموالي. خلي هذا كله على جنب، ممكن أعرف إيش تفسيرك أو إيش تبريرك للنقليات الوهمية اللي كانت المؤسسة بتتحمل قيمتها والفلوس كانت بتخش في جيبك. هيا قول، أبغى أعرف تفسيرك. هيا قول إيش هو تبريرك. هيا قول، قول إيش هو تفسيرك. قول إيش هو تبريرك. هيا قول، قول إيه تفسيرك، إيه تبريرك، قول. كان لازم أكون حليم معاه، كان لازم. أنا أعطيته فرصة تانية. جلسنا ندور على ولد عمنا ونجيبه من آخر الدنيا. هذا واجبكم يا بنتي، لا تندموا عليه،
وبعدين أنا ما أبغى أحد فيكم لا يجرح مشاعره ولا أحاسيسه. خير يا أستاذ رمزي؟ أنت بتبص لي كده ليه؟ زعلان مني ولا حاجة؟ ها؟ لا 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 أبداً. إذا كان عمك الأستاذ عبد الكريم وجهك باللي عرفه مني فأرجو إنك تقدر موقفي. أنا أستاذ رمزي إنسان بخاف ربنا، وأعرف إن من أعظم الصفات اللي نصت عليها شريعة الإسلام هي الأمانة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. صدق رسول الله. وخيانة الأمانة جرم كبير، وسبحانه عز من قائل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم. الو، ايوه مين؟ ايوه انا رمزي. اهلا 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 اهلا. ايوه خير شي؟ من عيوني يا حبيبي، جيب الاوراق وكل شيء وانا اختم لك هي واقعها. ايوه 30,000 ريال. 30,000 خلاص؟ اوكي انا مستنيك، مع السلامة. مشروع تجاري لصالح شخص اجنبي، وهتتستر عليه باسم المؤسسة وباسم عمك. وانت اشتك صلاح، اشتك صلاح. وبعدين تعال، انت مسوي نفسك ملقوف واصي عليا يا اخي، عيب عليك تتدخل نفسك في كل حاجه. وبعدين يا ملقوف، ايش يدريك هذا كان بيكلمني عن ايش؟ قل لي رمزي، اللي هتعمله ده جريمه، جريمه تستر. يعني مبلغ ضخم يدفعه عمك ويسحبوا منه السجل وسمعته كتاجر تنهار. بس قبل ما اروح مكتبي عايز ابشرك بشرى حلوه. انت لعبت دور خطير قوي في المنافسه الخاصه بانشاء المجمع السكني. اصبر اصبر، ما تتكلمش واسمعني للاخر. انت طمعت في مبلغ كبير، ضربت بعرض الحائط كل القيم، خنت عمك، اخبرت مؤسسه ابو العينين بحقيقة المبلغ اللي احنا كتبناه في المنافسة اللي تقدمنا بيها، ورسي عليهم العطا. تعرف ليه؟ لأنهم كتبوا مبلغ ضئيل، أقل من اللي احنا كاتبينه. معلش، ومع ذلك مؤسسة عبد الكريم البطحي هي اللي هتنفذ المشروع، هي اللي هتتعاقد مع أصحاب المجمع السكني. وكيف هذا؟ أنا أقول لك كيف. الله سبحانه وتعالى أراد أن الحق يعود لأصحابه. الجماعة المسؤولين في مؤسسة أبو العينين لما عرفوا قيمة العرض اللي نحن قدمناه
راحوا مخفضين قيمة العرض حقهم بنسبة قليلة جدا، لكن فاتهم شيء مهم جدا. هو ايش؟ مفردات البنود الخاصة بمشروع إنشاء المجمع السكني فضلت زي ما هي، إلا سار عليه تعديل فقط هو المجموع الكلي فقط. ها؟ ولما لجنة البت في العرض أعادت جمع المفردات وجدت فرق كبير في المجموع. وبكده انكشفت الخدعة واتضح بعد كده إنه عرضنا أقل العروض. الحمد لله يا أبويا. الكريم لا يضام. هذا كله أنا ما قلت لكم على المصيبة اللي كان رايح يورطني فيها. مشاريع مع أجانب من خلال مؤسستي وسجل التجاري، لكن الحمد لله لحقناها في آخر لحظة. وبعد هذا كله برضو حتسامحه؟ نعم نعم يا أيمن، رايح أسامحه. هو فين دحين؟ يجي وقت ما يجي. بعد إذنك أبويا أنا راح أصلي العصر. طيب يا أبني، وأنا كمان رايح معك. ربنا يسوي الطيب إن شاء الله. انت جايبني على ملا وش هنا عشان تحاسبني على حاجات ملناش اي اراده فيها كلنا في مؤسسه ابو العنين؟ محاسبين ايه دول يا اخويا اللي ما عرفوا يسووا المفردات عارفين يتساووا مع الاجمالي؟ انا وضعت نفسي في موقف صعب قدام عمي، ويا ريتني طلعت بفايده. ما حدش غصب، التفكير ده كان تفكيرك، وكل اللي اتعمل ده كان بكامل ارادتك. ويكون في معلومك، أبو العينين كان متردد جدا وضميره ما كانش مستريح، علشان كده هو فرح قوي لما اكتشفوا الخطأ في المبلغ والفرق بينه وبين الإجمالي الصحيح اللي حدده عمك عبد الكريم. وزيدك من الشعر بيت، أبو العينين قال عنك كلام لو إنك سمعته. قول. لا 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 أرجوك ما تخلينيش أكمل. لا قول، لاني ماني رايح ازعل منك، لانه لو كنت يهمني ارجع كل حقوقي باي طريقه تخطر لي على بالي. حقوقك؟ ايوه حقوقي اللي ما كنت اظن انه اخذ منها شيء لو دريت بالقليل اللي عمي كان يبغى يلهيني فيه. لا بس اعذرني لاني ما اعرفش داخليتكم. علشان كده انا بلتمس لك العذر في كل الكلام اللي قلته. لكن قول لي انت هتعمل ايه مع عمك بعد ما عارف كتير قوي من ملاعيبك؟ لا تنسى انه استولى على حاجات كتيره ابويا له فيها حقوق كتيره. لكن اكيد عمك هيسحب منك الثقه ومش هيكون لك اي صلاحيات في المؤسسه بتاعته. انا اعرف كيف ادبر اموري، بس انت دلني دلني على الشخص اللي اقدر ادخل معاه مشاريع جديده. انا ما عنديش مانع اعرفك بالاستاذ فؤاد عطيه، وعلى فكرة هو عنده مؤسسة كبيرة قوي ووكالات أكبر. شرفت وأنستي يا أستاذ رمزي. شكرا. وأنا موافق على مبدأ التعاون، بس أهم شيء عندي الأمانة. طبعا طبعا الأمانة أهم شيء، أهم شيء الأمانة. السلام عليكم. مع السلامة. وأحلى من الأمانة مفيش. سلام. مع السلامة. يا سلام، هذا هو الشباب الطموح. يا ترى اليوم سعيد ومبسوط يا ابو ايمن، شاركني في هذه السعاده، ايش الحاله دي ها؟ انت يا ام ايمن ما تبغي تشوفيني مبسوط ولا ايه؟ وي بالعكس انا مبسوطه، ابغاك تشاركني في سعادتك انا وام عيالك. حمزه سبب سعادتي اليوم. حمزه؟ ايوه يا ام ايمن، اي انسان يصادف شخص باخلاص حمزه لازم يكون سعيد ومبسوط. يا ابو ايمن كل انسان بيلاقي مخلصين في هذه الدنيا، ولا ولد اخوك رمزي
هو اللي خلى الحالة هذه والسعادة اللي أنت فيها؟ لا يا أم أيمن، أنا عمري ما أفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى. وبعدين لما الإنسان يلاقي الأبيض موجود ضمن الألوان الثانية وبمساحة طيبة ويمكن تكون أكثر من الألوان الثانية، لازم يحس بسعادة. ماني عارفة إيش تقصد يا أبو أيمن. أقصد بياض القلوب، وحمزة خير مثل على هذا. فاكرة يا أم أيمن لما كنت تشككيني في ثقتي فيه؟ فاكرة يا أبو أيمن، وعندك حق. طلع الراجل عند حسن ظنك، والبياض فعلا ما هو بياض الملابس لكن بياض القلوب. صدقت يا أم أيمن، في الحقيقة إذا كان رمزي ضرب المثل في تعامله مع عمه، فحمزة ضرب المثل في تعامله مع اللي أتمنوا على ماله وسمعته. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ كل إنسان حسب صنيعه. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا زميل؟ الحمد لله. مبسوط؟ الحمد لله. يا ريت قدمت بس دقيقة واحدة. ليه خير؟ كان في عندي واحد شاب من الشباب السعودي الطموح يبغى يسوي شوية مشاريع استثمارية في البلد. يا فهد، أنا تارك لك في الوقت الحاضر المشاريع والتجارة. أيوه ما اختلفنا، بس بعد حصولك إن شاء الله على درجة الماجستير مكانك هنا عندنا مع الشباب الطموحين، زي الشاب اللي كان عندي دوبه قبل شوية. طيب هو إيش اسمه؟ اسمه والله طال من عزمي فوزي حاجة زي كده يعني. المهم أنت إيش سويت مع عمك عبد الكريم؟ الحمد لله، بس تعرف يا فؤاد أنا كنت غلطان جدا لما صدقت كلام ولد أخوه ده. إنسان عديم الأخلاق، بس لو أشوفه. السلام عليكم. عمي. وعليكم السلام يا عمي. أهلا. خير إن شاء الله. شايل الشنطة كده ورايح فين؟ لا لا بالحقيقة عمي أنا كنت حقيقة إيه ومرتبك ليه؟ لا لا ما 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 ما, ما, ما في شيء يا عمي. ما في شيء؟ شايل الشنطة ونازل وماشي وما في شيء؟ أصله يا عمي أنا طيب خلاص بس أنت أهدى كده وروق وهات الشنطة وتعال معي. حاضر. تعال. حاضر عمي. تعال يا رمزي تعال. ادخل حط الشنطة. تعال معي. حاضر يا عمي. تفضل. شكرا يا عمي. ايش بك يا رمزي؟ ليه تصرفت كده؟ وليه تبغى تسيبك؟ الحقيقة يا عمي أنا بعد اللي سويته ما لي مكان بينكم. لا 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 تقول الكلام هذا. اتفضل. اجلس يا عمي. شكرا يا عمي. أنا ما أبغى أسمع منك الكلام هذا تاني مرة أبدا. أنا عمك في منزلة أبوك، وبعدين أنت ما تعرف نحن سعداء قد إيه لما جيت بيننا. ولعلمك أنا أقنعت أيمن وأخته إنهم يلتمسوا لك العذر في التصرف اللي أنت سويته ده مهما كان أنت ولد عمهم، وكمان ما يحمل في قلبهم أي ضغينة جهل. لكني أعزيتكم كلكم. الصبر الصبر يا ابني. طيب يا عمي أديني البيت القديم وخليني أشوف له طريقة وأبدأ مشواري. أظن سبق وقلت لك أنه أنا ما عندي مانع. أنا حافظت على البيت القديم هذا لأنه لك فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. صدق الله العظيم. وانت الحمد لله رجعت لنا راجل وتعرف كيف تتصرف. انا رايح اثبت لك يا عمي فين مفتاح البيت القديم يا عم. خذ معك السواق هو يفتح لك البيت اذا تبغى تتفرج على البيت من جوه.
وأجروا غرفة غرفة، كل 10 عمال في غرفة، وأكسب من ورداك فلوس كثيرة، فلوس كثير. لكن بعد ما لقيت البيت بالحالة هذه، وإنه أصبح في موقع مهم، وسعره غالي، غالي كثير، أنا أفكر أبيعه، أيوه أبيعه، وفلوسه ليا وحدي، ليا وحدي، ليا. أستاذ رمزي إنسان بخاف ربنا، وأعرف إن من أعظم الصفات اللي نصت عليها شريعة الإسلام هي الأمانة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. صدق رسول الله. وخيانة الأمانة جرم كبير، وسبحانه عز من قائل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم.